مرحبا بكم. هذه القائمة تشبه القوائم الشخصية التي يمتلكها الجميع في حياتهم، وقوائمنا تختلف بطبيعة الحال. مع ذلك سنقوم بترتيب يتفق عليه الأكثرية، لذا دعنا نرى من كانت الأوفر حظا وحصلت على المركز الأول من بين كل الجميلات من كل أنحاء العالم. لكن قبل أن نبدأ المقطع، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للمقطع والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، فهذا يساعدنا كثيرا. موزدا جمالزادة. عندما كانت مازدا يافعة جدا، هربت مع عائلتها من الحرب الأهلية في أفغانستان، ثم قررت عائلتها الاستقرار في كندا. هناك دخلت عالم الموسيقى واكتسبت المغنية شهرة من خلال أغنيتها التي سمتها بفتاة أفغانية، حيث وصلت للقمة بهذه الأغنية. رقم 29. أليسيا فيكاندر. إنها رائعة وموهوبة للغاية في ذات الوقت. لا يعرف الكثير أن الممثلة السويدية كانت أيضا راقصة باليه في يوم من الأيام، تم ترشيحها لجائزة الجولدن جلوب عن دورها في فيلم الإثارة إكس ماكينا، كما حصلت على جائزة الأوسكار عن فيلمها الفتاة الدنماركية. رقم 28. تارانا عالدوستي. إذا كنت تحب أفلام الشرق الأوسط، فأنت بالتأكيد تعرف من هي. تم اختيار تارنا كأفضل ممثلة تلفزيونية إيرانية في العقد الماضي. لقد تم الإشادة بمهارتها في التمثيل وجمالها لفترة طويلة. رقم 27. نعومي كامبل. شكلها ووجهها شيئان لا يمكن مقارنتهما بشكل أو وجه أي امرأة أخرى. تبلغ عارضة الأزياء البريطانية 47 عاما هذا العام، لكنها لا تزال تقتل بجمالها الأخاذ. وعلى مر السنين نجحت كامبل في التمثيل أيضا، إلى جانب حياتها المهنية في صناعة الأزياء. رقم 26. آن كورتيس. بكل جدية، من يستطيع معرفة أن هذه الفتاة بعمر 32 سنة، الفلبينية الأسترالية آن، هي ممثلة ومذيعة تلفزيونية وفنانة وشخصية إعلامية، كل هذه الألقاب مجتمعة فيها، إن عينيها ساحرتان بكل معنى الكلمة. رقم 25. مانويلا أركوري. بكل صراحة تبدو كما لو كانت أميرة وليست ممثلة. الحمد لله أنها أيضا تمارس عرض الأزياء حتى نتمكن من الإعجاب بها وبالنعم التي وهبتها أكثر. ولدت مانويلا في عام 1977، لكنها تتمتع بجسد أفضل من معظمنا. رواندا روزي. العمل الشاق يؤتي ثماره دائما. رواندا تعرف ذلك جيدا، فليس من السهل تحقيق كل شيء تمكنت من تحقيقه. كانت مقاتلة الفنون الحربية المختلطة في مركز الاهتمام مؤخرا، وهو أمر مفهوم تماما بالنظر إلى آخر الأخبار عنها. رقم 23. إليزافيتا بويارسكايا. كانت الممثلة المسرحية والسينمائية الروسية موهوبة بجينات وراثية قوية ومواهب عظيمة. بمجرد رؤيتك لها سوف تفتتن بها إلى الأبد. لدى والديها كل الأسباب للفخر بها. رقم 22. إيشواريا راي. ربما سئمت الممثلة الهندية من وصفها بأجمل نساء العالم، لكننا لن نشبع من التأمل في جمالها. أتمنى فقط أن تلعب المزيد والمزيد من الأدوار حتى يتمكن معجبوها من رؤيتها أكثر. رقم 21. كيت أبتون. نتمنى جميعا مقابلتها يوما ما، أو حتى أن نكون في مقر إقامتها. على الرغم من أن عارضة الأزياء الأمريكية معروفة في الغالب بمظهرها في مجلة سبورتس إشيوز، إلا أن أبتون تستمتع أيضا بالتمثيل في الأفلام من وقت لآخر. رقم 20. هيفاء وهبي. كانت مغنية البوب العربية الفاتنة من لبنان على قائمة أفضل 50 شخصية في مجلة بيبول في عام 2006. على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات، لا تزال المرأة البالغة من العمر 41 عاما واحدة من أفضل المغنيين والمغنيات. رقم 19. أدريانا ليما. لم تنل لقب ملاك شركة فيكتوريا سكيرت منذ عام 1999 عن طريق الصدفة. تمتلك الأم لطفلين البالغة من العمر 35 عاما جسدا ووجها مذهلين، مع شخصية أكثر روعة. يمكنها الاستمرار في عملها في عرض الأزياء إلى الأبد. رقم 18. أماندا سيرني. إذا كنت تعرف ما هو تطبيق فاين، فلا بد أنك سمعت بهذا الاسم من قبل. لا تشتهر نجمة تطبيق فاين ويوتيوب بروح الدعابة والتمثيل فحسب، بل أيضا بمظهرها الأخاذ. تستحق سيرني الاهتمام الذي حصلت عليه، فلقد عملت بجد للحصول على هذا الشيء. رقم 17. بليك ليفلي.
هل سبق لك أن رأيت مثل هذه المرأة الحامل الساحرة خلال الوقت الذي كانت تنتظر ولادة تلد أطفالها مع رايان رينولدز؟ كانت تبدو أكثر جمالا من أي وقت مضى، إذ بدا ذلك ممكنا، بل هي حقا ملكة. رقم 16. غال غادوت. اكتسبت الممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية شهرة بعد دورها في سلسلة أفلام السرعة والغضب، ولعبت دور البطلة في فيلم المرأة المعجزة. في الواقع خدمت المرأة الجميلة في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين كاملين قبل أن تقرر تغيير مهنتها. رقم 15. أشلي غراهام. إنها بالتأكيد عارضة الأزياء الأولى من ذوات الوزن الزائد في العالم في الوقت الحالي. أشلي أيضا هي أول من ظهرت على غلاف مجلة سبورتش إيشيوز وأغلفة مجلة فوغ كعارضة أزياء زائدة الوزن. رقم 14. نيكي كريمي. هذا دليل على أنك لست مضطرة لأن تكوني نصف عارية من أجل أن تكوني جميلة. بعد إظهار مواهبها كممثلة، جربت حظها كمخرجة وكاتبة سيناريو. منذ ذلك الحين تمكنت من الفوز بالعديد من الجوائز وأثرت قلوب الكثير من الناس. رقم 13. جي جي حديد. إنها شقيقة العارضة بيلا حديد، صديقة المغني زين مالك. حصلت على لقب عارضة الأزياء العالمية في سنة 2016 في حال لم تكن تعرف، لذا نقول مطمئنين أنها حصلت على المركز 13 في قائمة أجمل نساء العالم. رقم 12. إيما ستون. ليست هناك امرأة بشعر طبيعي أحمر أكثر فتنة منها، لكن هذا أمر مؤكد. يجب أن تكون الممثلة الرائعة ممتنة حقا بسبب هذا الجمال وهذه المهارات. في الحقيقة لقد فازت للتو بجائزة جولدن جلوب عن دورها في فيلم لا لا لاند. رقم 11. بيا فورتسباخ. لا يمكن بطبيعة الحال لملكة جمال الكون العام 2015 بكل بساطة أن تستبعد من هذه القائمة. كيف يمكنك أن تنسى التتويج الغريب للممثلة وعارضة الأزياء الفلبينية الألمانية؟ المهم هو أنها تستحق هذا اللقب. رقم 10. ألكساندرا داداريو. عينها مذهلتان ومخيفتان في الوقت نفسه، مما يجعلك غير قادر على النظر بعيدا. من الصعب أن تصدق أنها لا تضع أي عدسات لاصقة. بالإضافة إلى ذلك، ومع وجود فاتنة وجميلة بجمال وجهها، فمن السهل أن تنكر أن عمرها 31 عاما. رقم 9. فخرية أوجن. امرأة رائعة أخرى من دولة شرق أوسطية، تشتهر الممثلة التركية المعروفة بشكل رئيسي بلعب أدوار بطولة في مسلسلات تلفزيونية. لا يعرف الكثير أنها ولدت بالفعل في ألمانيا وانتقلت إلى بلدها الأم في سن 19. رقم 8. أنجلينا جولي. إنها المرأة التي نضعها جميعا ضمن قائمة أجمل 10 نساء بغض النظر عن عمرها. كانت تقتلنا بجمالها منذ عقود طويلة. يبدو أنها مستعدة لتكون في هذه القوائم لفترات أطول من تلك بكثير. الأطفال الستة لديها يجعلوننا نحبها أكثر. رقم 7. مارغوت روبي. شريك الجوكر في فيلم الجريمة أو الفتاة المثيرة في فيلم ذئب وول ستريت. في كلتا الحالتين هي تلك التي نبحث عنها. اكتسبت الممثلة الأسترالية شهرة بعد فترة وجيزة من انتقالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خطفت قلوب آلاف المعجبين. رقم 6. ديبيكا باكون. متسابقتنا الثانية من الهند هي أيضا ممثلة بوليود. من كان يتوقع هذا؟ أليس كذلك؟ الحمد لله أنها بدأت عرض الأزياء على الرغم من مسيرتها المهنية الناجحة للغاية التي كانت تبنيها منذ عام 2006. رقم 5. داكوتا جونسون. إذا كنت تعرف اسمها فأنت مذنب. وضع فيلم 50 ظل من جراي في دائرة الأضواء التي لم يكن بإمكانها تخيلها من قبل. لا تزال هي نفس الشخصية الودودة الحنونة التي عرفت بها. بالإضافة إلى ذلك تم اختيارها كإحدى أجمل الممثلات. رقم 4. إيما واتسون. لا أحد يستطيع أن يلومك إذا كانت قصة حب حياتك منذ الجزء الأول من أفلام هاري بوتر. هي هذا النوع من النساء الذي تريد ابنك أن يتزوج بها. مظهر مذهل، قلب نقي ولطيف، كما أنها امرأة ذكية. ماذا تريد أيضا عزيزي المشاهد؟ رقم 3. تايلور هيل. سواء كانت عارضة أزياء أم لا، فلقد حصلت على كل ما يمكن أن تتمناه. لا تبحث عن صورها، لأنه بمجرد أن تتأمل ستحدق في الشاشة إلى الأبد. إنها ملاك على المنصة وفي الحياة الواقعية أيضا. رقم 2.
بريانكا شوبرا. يبدو أن النساء الهنديات يحكمن جمال العالم في الوقت الحاضر، لكن نعجز عن فعل أي شيء. جمالها هو شيء فريد حقا رغم بساطته واحتشامه دائما. إن أكثر ما يميزها أنها لا تحاول أن تكون محبوبة. أخيرا رقم واحد، بيونسي. الملكة بيونسي هي بالتأكيد رقم واحد بالنسبة لمعظمنا. تنتظر الأم الفخورة مرة أخرى أن تلد، ولكن هذه المرة تنتظر التوأمين. أعترف أنك تشعر بالغيرة من زوجها. الشيء العظيم هو أن الجمال الطبيعي الذي تريد أن تستيقظ وهو بجانبك كل يوم لبقية حياتك. إلى اللقاء.